الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لدي مبلغ من المال قرابة 6,000 ريال وحال عليها الحول، فهل عليها زكاة؟ يقول علما بأني قد جمعت هذا المبلغ لإجراء عملية جراحية، فهل المبالغ التي تجمع لشيء معين ويحول عليها الحول تجب فيها الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن زكاة النقدين تجب متى ما توفرت شروطها بغض النظر عن نية صاحبها في جمعها، فمتى ما بلغت النقود نصاب الزكاة فإن الواجب على الإنسان أن يخرج مقدار الزكاة منها بغض النظر عن نية جمعه لهذا المال. فإذا أراد الإنسان أن يتزوج وجمع مالا للزواج وحال عليه الحول، فالواجب عليه أن يخرج زكاته حتى ولو كان قد جمعه للزواج. وإذا جمع الإنسان مالا لشراء أرض أو لبناء بيت وحال عليه الحول، فيجب عليه أن يخرج الزكاة بغض النظر عن نيته. وكذلك إذا جمع الإنسان مالا ليجري به عملية جراحية وحال عليه الحول ولا يزال مالكا له ومجتمعا عنده، فالواجب عليه إخراج زكاته. فيجب عليك بارك الله فيك أن تخرج زكاة هذه 6,000 حتى وإن كنت قد جمعتها لإجراء عملية. أسأل الله أن يغنيك عن إجراء هذه العملية بكمال الصحة والشفاء العاجل والعافية التامة. فيجب عليك أن تخرج زكاة 6,000، فإن قلت وكم زكاتها؟ فأقول إنما عليك أن تقسم 6,000 على 40، وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الواجب عليك إخراجه، والله أعلم.